فرحانه بزاف اليوم، الاجواء كلها زوينه والاجواء رائعه. فالصراحه ما كنتش متوقعه ان العرس غيكون بهاد الروعه هادي. وتنشكر جميع الناس اللي ساهموا معنا في العرس واللي فرحونا، واللي صراحه كانت الفرحه ديالي والحلم ديالي، واليوم تحقق بفضل الناس وبفضل الله سبحانه وتعالى. وتنشكر الالهام الادبين ديال الجروب تعارف من اجل الجواز، وكنشكر جميع الفنانين اللي حضروا، وتنشكر الميك اب جواد قنانه، وتنشكر اوكسترا اشرف سخلي، وكنشكر تراكس وشاكيرا وجميع الفنانه. الصراحه احساس لا يوصف. جيت فرحان بهاد المناسبه وهاد الفرح اللي داروا لينا، وتنشكر المايك الادمين الهام، تنشكر كاع الحضور كاملين والدراري متجاونا تاع تحقيقات السنانه مجموعه السنانه. المهم تعرفت انا وسعاد من ناحيه الجروب، المهم قلنا داك الشيء قلت لها راه جبتينا وباغي نخطبك وهذا وهذا. المهم هي كانت دايره قالت لي الا بغيتيني جي نجي لدارنا. مي موراها بجوج سيمانات هكاك مشيت وانا خطبها، وهذا الشيء اللي كان. الكلمه الاخيرة اللي تنقول، تنقول الميمه ديالي الله يخليك ليا، والواليد ديالي الله يخليك ليا، وخوتي وكاع الحباب ديالي وكاع العائله ديالي والاصدقاء ديالي كلهم. وتنشكر الناس اللي ساهموا في هذا الشيء كله، الصراحه واحد الاحساس زوين زوين بزاف بزاف. قلت انا هكاك الوالده الله يختها علينا، واخا ما حضراش معايا، المهم حاضره معايا اختي وخالتي وهذا، المهم حاضره معايا العائله، وهذا الشيء اللي كاين.